بالتحدي الأول من MTV Esports السنر انتقل من السواقة باللعبة عن طريق السيموليتر لأرض الواقع بدعوة من جوزيف الرايا يلي هو بالأساس سائق محترف. السنر كان قد التحدي وفاز، ولكن اليوم تحدي جديد، تصعيد مختلف، فشو ناطره؟ وهل رح يكون قد؟ هلو يا هلا ابو زوز، تمام؟ رجعنا التقينا؟ ايه اكيد، وبعد بنلتقي هلا حسب النتيجه اليوم. النتيجه اليوم صعبتها يعني. كان اول شيء يعني اثبت جدارته بالتحدي الماضي، فصعدنا شوي زياده اليوم. المكنه اللي اخترنا له اياها موديل 80 عمرها 40 سنه. الطريق اللي اخترناها كمان اصعب، غير انه هيديك كان فيها غناجه شوي، سياره اوتوماتيك جديده، طريق سهله. هلا تغير كل شيء، تغير هلا انه قد ما في جرب ما يوقف السياره بالطلعه بالنزله. خبريه شيء، وبعد هلا على وقع الارض رح يكون شيء ثاني. اكيد مبدا بلش الادرينالين راجع بيطلع يعني. فخلينا نبلش بالتحدي، نشوف شو ناطرنا على الطرقات. تفضل نتعرف على السياره بالاول. يلا روح. اوكي شوية مزود، خلي عبي هوا وينه الهوا تبعوله. هيدا هيدي الهوا، هيدا الهوا. يعني هلا انت عم تعيش الكاميون هيدا ما بيقولوا الاصل، هيدا الاساس يعني، هيدا اساس الكاميونات هيدا يعني. اليوم كتير كتير مصعبين لنا اياها اليوم، بس يلا بدنا نشوف. والاهم شيء بدك تنقل من الاربعه البطيئه للاربعه السريع، بدك تخبطه ضربه واحده. يعني مثلا هلا شو عندنا خطوره بالسباق؟ عندك خطوره اول شيء انه هيدي مكنه مش مثل المكنات الجديده، اي عطل اي كذا بتوقف بتكربج بتطفي. هيدي بدك تضلك انت جاهز ماشي وماشي على الطريق المزبوط. بس انتبه انه اذا وقفت بالطلعه كيف بدك ترجع تقلع. ما فيها الكبسه اللي ما فيها الكبسه السحريه اللي الكبسه السحريه لك المرحله. لا ما في والكبسه تبع الام بي 4 اللي اذا وقف بالطلعه ايه ما في منها. هاي لا هاي انت بدك تشغل كبستك، ايديك واجريك بده يشتغلوا هلا. يا سلام. والطريق اللي بنمشي عليها نفس الطريق اللي كنت تعلق فيها وتقلب بالوادي من هان، تقلب بالوادي من هان، بس انه انا راح فل. يلا خلونا على السيميوليتر. هيك تبلش. رح نفك الكرباج هلا. اوكي، وتقليعه عاديه شرعيه. اخذ البريمير؟ لا اكبسه بعد. ايوه هلا. اوكي. تروازيين مش بريمير. فيك تقلع. وسع قد ما فيك هلا. قد ما فيي. قد ما فيك وسع وبدك تلف. يلا رح بلش. بلش من هلا. يلا. لف لف. اذا جاي حدا. لا لا لف. جاي حدا من عندك؟ 100%، طريقك سالكي لف. بس ما رح يقطع. لا قرب قرب بعد قرب بعد. دبري اج. يلا هيدي أول نقطة. سجل. يلا دومي تور لورا. اخذ اريير؟ اخذ اريير. ورانا في وادي يعني انتبه، ما كثير تاخذ مجدك لورا. حبيبي رجع بعد لورا شوي. رجع بعد؟ انه مصعبنا اياها يعني. يلا ايه قد ما فيك على اليمين، قد ما فيك شد شد ايديك ايه عضلاتك. برم على الاخير قلع شوي لياخذ الدوليب نتفه. شد ايه. هيدي بالسيموليتر ما في منها. ما راح يخلص. بس تعرق اللي في معي منشفه عشان اعطيك اياها. بس لعبه كره ورا ما بيأثر لانه الفأسي مش عم تفقس معك. يا الله عليك. هلا صار في ايه؟ هلا انتبه انت طالع على بطيء، بدك تنقل للسريع. بس صح، بدك تنقل للسريع، ما فيك بهالطريقه اللي ماشي فيها تنقل للسريع. لازم تكون على اسرع، بدك تعبي ضغط الموتور وتطلع. يعني ارقام بده يكون فوق ال 20. سكر سكره، بدي اشوف نقلتك هلا كيف بدها تكون. سجل له. يلا من اول جديد. شوف انا ما بدي كر، ما بكر، ما تخاف. زمر له. يعني عن جد هالمرة تحدي عن حقه حقيقة. يعني هلا عم نعرف الشعور، وصلنا لنقطة لما بدنا نغير فيتاس. ايه يلا غير لشوف. بدنا نطلع على هلا بدك تنقل على السريع. ما أخذت. خلص وقف. اوكي. رجع من أول وجديد. اوكي
يلا قلعنا. اه لك بس يلي بعدني ماني مستحكم له هو المدى قديدك تقرب تطلع على خبر الشعب. انت الطريقه اللي عم تنقل فيها من البطيء للسريع غلط. اوكي بدك تباومر تخبط كانك عم تضرب بوكس يعني. اوكي وبترجع بتنزل جالس هيك عشان يلا يلا قال لي بدك تضرب بوكس عم تضرب واحد يعني هيك عم تنقعه نقعه وبترجع بتعطيه ابو الزوز. انا وقت بكون عم بلعب على السبعين بكون خايف اكسرها فهلا قلبي عليها. لا ما تحضر لها مخبي اطلع ابن الصغيار لشوف ابن الصغيار بده دبرياج عم لحاله اكيد بده دبرياج. هلا عم نوصل على المحل الصعب مثل اللي عم خبرنا ابو الزوز. هلا يعني انا شفتك بالطلعه كيف عم تغير هلا بدنا نفوت على محل الزور محل ما فيه تزوير على السياره وتزوير على قلبي عيني. صار هلا هون عندنا خسفه كيف ناخذ على الخسفه بطلع عادي عادي ولا انت شو بدك تعمل اعمل خزين لشوف. انا راح جرب طلع الدولابين ما يعني ما نجرب قد ما فينا ما ننزل بالخسفه 100% نعطلان هم يطب ما تعطى الهم اكثر من هيك. هلا في قلنا قدامي شوي الفوطي بدنا نفوتها على على البوره اللي جوا. اوكي على المحل ما بنطلع على التلي فوق ماشي الله يستر. هلا بدك تنتبه قدام هون شوي في خندق شوي كبير إذا لاحظت وقفت شلت اجري بطل بدي وقف 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 ليك 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 الخنادي ليك ما معقول يطب لا لا ما بيطب اهم شيء انت تضلك محافظ على الطريق يعني نص الطريق اوكي ما تطرف لا يمين ولا شمال لانه يعني مثل ما عم بتشوف على اليمين عندك خندق كثير كبير وعلى شمالك عندك مهوار حيرتني بدك تحافظ على مستوى تبعك بالطريق ما فيك تلعب يعني منك بالسيميليتر بترك الديركسيون بلعب شوي فت بالحيط فت باللي قدامي ما في اخ 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 نحن بدنا نطلع لفوق بدنا نفوت من عند هالاوضه هيدي المحطوطه هونيك ونطلع. هلا نحن بلشنا نقرب لنقطه التحدي ماشي بدنا نفوت من هون. هلا من هون كثير توسع لحتى تلف معك يعني عودت عودتني على ال قلبت 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 اوكي خلونا نوقف هلا ناخذ بريك. ايه بدك تاخذ بريك هلا لانه هلا بلش التحدي. نحن هلا كنا بعضنا عم نمشي على الطريق هلا من هيدي نقطه السفر تبع التحدي. حلو يعني كان بيودي اقدم تحيات مثل ما بعمل على الستريم وهالاخبار يعني بس هالمرة تركيز ما فينا وعن جد المكنة هيديك عندها وهرتها حلاوتها هيدي ما يعني عندها على وهرة على بدك تنتبه على كل شيء حتى الطريق اصعب. روح هيدي شو الطريق هلا من هون؟ ايه كمل شو كمل؟ هيدي شو بدك كمل؟ هيدي المكنة بتمشي على مهارة الشوفير هان بدك تبين المجال. هلا بتقطع معنا من هون ايه على جنب؟ طبعا هلا انت وشانسك اذا طبينا اذا ما طبينا ما بعرف ليك جرب هات لنشوف. انا كنت بتوقع تمشي الخندق بالنص ليه؟ لا 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 للحلقه الثانيه روح 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 طبت 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 لهلا لا ومن هون بنوقف وبنخلص ايه بتقرب تدور الا اذا عبالك تكمل بعد لجوا لا خلاص بنصفها هلا هون. انا بعتقد هذا التحدي كان منيح لليوم باج نازل ماشي حتى هلا بدك اجرين ينزلونا هذا اللي بدنا نشوفه. يا سلام كاني حسيتك عرقان شوي يعني الصراحه ومعبي. تحدي وما كنت مستنظر يعني يطلع هيك صعوبات طريق رمل جوار خنادي ما كان عمره 40 سنة يعني بعتقد النتيجة معروفة من هلأ بس لايك بخبرك شغلي أطلعت قدة شيء واضح ما فيني خبي أنه حسيته شوي بمطارح تلبك كغيار فيتيس وكوقف وقلع
بالمحل اللي في جوار في محل في ميلات للكاميون، وشي طبيعي هذا انه الشوفير اللي عنده خبره بيتلبك فيها هيدي المطارح. بس كسينر انه اللي مرق فيهم واللي شو عطى نتيجه كثير منيح. يعني انا بعد بقدر مشوارين بيصير يركب بالكاميون يروح يشتغل يسافر لبرا. ادرينالين راشد، الادرينالين كان كثير عالي، كان عن جد في تحديات على الطريق. الطريق ما كان فيها زفت، يعني عم نحكي كلها جوار خنادق، طلوع نزول طفى معي. حتى الفيتاس اللطش اللي تعلمناه اليوم جديد لطش ما كان بيركب معي، كان في فكرتين عم بيقطعوا. اول وحده شويه اللي بعد ما طرنا، لانه كل شيء عم تقوله بعد ما وصلنا. وثاني وحده قد ايه معقول بعد تتصعب التحدي الثالث والرابع، شو معقول بعد يجينا. كانوا كل هالافكار، واكيد اللي كانت مهيمنه علي هي السيفتي ميجرز، انه لا سمح الله يصير معنا شيء. انا بالنهايه ماني ما بسوق كاميونات بالحياه الواقعيه، بسوق على الكمبيوتر. على الكمبيوتر بتوقع في عنا الكبسه السحريه مثل ما بتعرفوا، بنكبسها بنكمل. هون ما في، فالغلط ممنوع كان. نتشكر الام تي في سبور على الدعم الحلو، على البروجرام الحلو اللي عم تعمله، ونتشكر السينر لانه يعني اول شغله انا كثير قلتها مرة الماضي وبرجع بقولها، غير فكره العالم للكاميونات. هلا للام تي في سبورتس اكيد شكر كثير كبير لها على الدعم اللي عبد الله تعطينا اياه على كل الاصعده، على كذا ليفلز عم نحكي. ان كان عم ننقل لعبه سيموليتر على الارض الواقع، عم نشوف عن جد صرنا نعرف شو يعني الكاميون، شو شفت الكاميونات شو بيعانوا، شو عندهم صعوبات. كل هذا الشكر بيرجع على ام تي في سبورتس، وشكر كثير كبير كمان لجوزيف الريا، وشكر كثير كبير كمان لعائله السنر سنر فاميلي، وللكنترول اللي بضل كمان عم يكابني اللي عم يعمل كل المودات تبع كل الالعاب يلي عم تشوفون باللعبة، يلي قريباً رح يصير العالم تقدر تسوق المكانات اللبنانية بقلب اللعبة اللي هي عالمية.